انت تتكلم اليوم عن حدث فضيحة هز المجتمع العراقي. اليوم مثل ما تفضلت انت بالمقدمة، على الحكومة وبكل أدواتها وعلى السلطات وبكل مستوياتها، سواء كانت تشريعية سواء كانت قانونية وسواء كانت تنفيذية، أن تقول رأيها بهذه التسجيلات. هل هي مفبركة؟ فإذا يجب عليها أن تظهر للشعب وتقول هذه مفبركة. هل هي حقيقية؟ إذا عليها أن تقوم بإجراءاتها بهاي الحقيقية، سواء بالمعلومات اللي انقالت وبالشخوص اللي انذكروا وبالشخصيات اللي تكلمت، لأنه الكلام هذا خطير جدا. أصلا الكلام جدا خطير نجم، سواء كان مفبرك أو حقيقي. أنت اليوم تتكلم عن كشف محاولة انقلاب. هو أنا أريد ألج إلى أنا أريد ألج يعني إلى هذه النقطة. يعني انكشاف محاولة انقلاب، فلازم تعرف أنت هذا حقيقة لو فيك هاي محاولة الانقلاب. إذا حقيقة فتبدي الاعتقالات والمحاكمات، وإذا فيك أي أنه مفبرك فليقولون هل تقول السلطة القضائية لقد وصلنا إلى أدلة أنه مفبرك، هل تقول السلطة التنفيذية زين وين الصدمة وحتى السلطة التشريعية يا دكتور قصي؟ البعض يتحدث عن صدمة كبيرة في هذا الموضوع، أنت تعتقد أنه في الموضوع صدمة أم هي هذه القوى السياسية مستعدة أن تحارب السماء من أجل السلطة فنتاج التسريبات أو ما تمخض عنها؟ هل هو فعلا صادم أم أنه هو نتاج طبيعي وقد قيل به وتنبأ به كثيرون قبل أن تظهر؟ تتفق عزيزي؟ أنت الآن نتكلم عن كلام نتكلم بطريقة سياسية أم نتكلم بطريقة الواقع والتحليل الواقعي الواقعية ماذا تشير؟ التحليل الواقعي الشخصي، أنا وياك نعرف كل الزين أن القوى السياسية اللي موجودة الآن على السلطة مستعدة تتقاتل لآخر كادر عندهم مسلح للبقاء في السلطة. هاي من تي من عده، هاي واقع، هذا واقع حال. أما اليوم نتكلم عن شعب مصدوم، هسه خب أنت ما مصدوم، أنا ما مصدوم، أنا أعرف وأنت تعرف، بس كش قد إحنا اللي نعرف حقيقة هذا الأمر. الشعب قد يكون عنده تصورات بس ما دي يتصور ولا يتوقع أنه معقولة، معقولة كهيج ناس يحكمون يتكلمون على اعتبار لو كان هذا التسريب تأكدنا منه مليون بالمئة أنه واقعي وحقيقي. معقولة؟ معقولة واحد قاعد يتآمر على انقلابات؟ معقولة؟ معقولة واحد يخطط لاقتحام مدن؟ معقولة هيك كلام يصير؟ معقولة هيك معلومات تنقال؟ هذا كلام الشعب مصدوم بالنسبة إليه. أما الما مصدومين قد يمثلون 5-10% من الشعب ومن الطبقة السياسية اللي هي عارفة ببواطن الأمور، ولكن كشعب بسيط لا طبعا مصدوم، مصدوم جدا. وهذه الصدمة ما راح تنتهي، يعني غلطان اللي يتصور انه هاي الصدمة راح تنتهي بيوم ويومين. واثنين، امام هاي التسريبات اللي طلعت واللي راح تطلع، هل هي حقيقة؟ فاكو اجراء. هل هي مفبركة؟ فاكو اعلان هاي مفبركة ونغلق الملف.